تفضل. السيارة جاهزة لنطلع؟ في مشكلة مراد بيك. شو في؟ الدكتور إجا لأنه اليوم موعد معاينتك. الله لا يعطيني العافية، كيف نسيت أنا؟ الدكتور عم يقول إنه المعاينات لازم تتم بانتظام وبشكل مستمر، شو نعمل؟ خلص ولا شيء. انت خود إيلين على المشفى عند أمها وقول للدكتور يطلع لعندي، ماشي؟ أمرك يا بيك. تفضل يا خانم. مرحبا تيتا، كيفك؟ أهلين. تسلمي. كيفك ابني؟ منشكر الله خانم. بنتي وين تركتي لعثمان؟ تركته عندي جيران. كتير منيح. أمي كيفة؟ لسه ما منعرف، والدكتور لسه ما أجا وما حدا قالنا شي لهلأ. وينه مراد؟ طلع في عنده معاينة ونسينا. شو هالحظ؟ كيف نسينا هيك شيء؟ سليمان رجع لعند مراد ولا تتركه لحاله. ماشي. مبارح مشغل بالي كتير. شي طبيعي ينشغل بالك على أمك. مو بس على أمي، نشغل بالي عليك لأنك ما رجعت. كنت مزعوج كتير فنمت بالأوتيل. أنا كمان فكرت فيك كتير ونشغل بالي عليك لأنه يلا أمشي نشوف أمي. شو؟ خير؟ شبكي بنتي؟ جايين نشق على أمك؟ لا تعملي مشاكل، نحن أهل وجايين لعند أمك. ها؟ مروى ما راحت على المدرسة لحتى تزور أمك؟ رح تنزل الدمعة من عيني والله. هاي شو عم تعمل هون؟ شو بدك وليه؟ اللي خلتها تجي هي طيبة قلبها. إذا هي عندها قلب أنا قبلان يكون بلا قلب. قلعوها من هون بسرعة. خلص إيلين يا خانم، لو سمحتي روحي وبلا مشاكل. وإذا ما بدي شو بصير؟ أنا بورجيكي إذا ما بتروحي يا كلبة. نلعي اقصدي بقى. خلص خلص نلعي يا حقيرة. خلص وقفي اهدي شوي لو سمحتي. روحي هلأ وإلا عن جد رح تندمي إذا بتطلي هون. طيب أنا ماني حابة خجلك، لهيك رح روح وبس. أوكي؟ يلا سلام. بالمناسبة ما تعرفنا على بعض، أنا كارولين.
معك حق، هذا مو وقت لنتعارف. مع كل جاي الأيام لحتى نلتقي مرة تانية. بشوفكم بعدين. يا سبحان الله، هاي الست ما حدا بيعرف على مين بدها تلعب. امشي. اجت إيلين. ماما كيفها؟ لساتها نايمة. مرحبا علي، كيفك؟ أنت منيح؟ جميلة كيفها؟ هي هي غرفتها؟ خلوني فوت شوفها. بس هي لساتها مخدرة ونايمة. يمكن تكون فائت بعدي لشوف. عم قلك نايمة. نايمة تعي لهون. تعي. ليكي، الكل ناطر هون. خلينا نستنى كمان. تفضل. أنا مبارح حكيت معك دكتور، بس ما كان عندك وقت بنوم. ممكن تذكريني بخصوص شو حكيتيني؟ مشان مريضة عندكم اسمها جميلة. جميلة كاربو شوي صعبة، ما بعرف، بس اسمها جميلة. أنت شو حابة تعرفي؟ يعني منيحة؟ شو مرضها؟ قالوا معها نزيف، بس هلأ كيف صارت؟ حضرتك شو بتكوني لجميلة خانم؟ أنا بقرب جميلة، أنا مرت أخ، مرت أخوها. أنا بدي أعرف شو سبب نزيف المعدة اللي صار معها. في معها نزيف، بس مو نزيف بالمعدة. مو نزيف بالمعدة؟ أنا فهمت منهم غلط؟ جميلة خانم حامل وصار معها نزيف شديد، مع أنه توقف هلأ بس في خطورة على حياتها. أوكي. البيبي، البيبي لساته عايش؟ بس ليجي جوزها أنا بخبره يا خانم، ماشي؟ بس دكتور فيك تقلي إلي؟ جوزها حصراً. لو سمحتي هلأ ممكن تتفضلي؟